انا ما اعرفش اضحك على حد، ما اعرفش اضحك، ما اعرفش ما اكونش امين، ما اعرفش ما اكونش صادق. شكرا. انا بقول لكم الدوله دي مش هتطلع لقدام الا بتحطيم الفجوه بتاعه الدولار. عايز اقول حاجه؟ لا صحيح، لا خد. لا، هو بالتاكيد احنا كنا خلال السنوات الماضيه في تدبير الفجوه الدولاريه كنا بنعتمد على ان احنا ننزل الاسواق الدوليه، كنا دايما بننزل الاسواق الدوليه من 3 الى 8 مليار دولار في السنه، وكمان كان بيبقى عندنا بالاضافه لكده التسهيلات الائتمانيه اللي بتجيلنا من المؤسسات الماليه الدوليه زي صندوق النقد الدولي او البنك الدولي او البنك التنميه الافريقي وخلافه، كل ده كان بيحاول يسد الفجوه. لكن طبعا يعني الفجوه خلال السنين الاخيره تزايدت بقوه، بالاضافه الى انه لازم يعني لما نحلل الارقام في ارقام مهمه جدا، ان يعني قبل يناير 2022 احنا كانت فاتوره الاستيراد بتاعتنا في حدود 6 الى 7 او 6 6.5 مليار دولار في الشهر. اللي حصل انه مع بدايه الموجه التضخميه فاسعار المواد البتروليه تضاعفت والقمح تضاعف والذره تضاعف وزيت الطعام وكل حاجه اتضربت في 2 وفي 3، فالفاتوره الشهريه ارتفعت بقت من 9 الى 10 مليار دولار. في نفس الوقت مع الموجه التضخميه دي بدا حاله التشديد في السياسات النقديه اللي هي ارتفاع اسعار الفايده، فارتفعت تكلفه التمويل بصوره فظيعه جدا، وبدات الاسواق تبقى عندها مشكله، واتجهت الاموال من الاسواق الناشئه الى الاسواق المتقدمه. احنا تعرضنا لده، فخرج من مصر في خلال مده صغيره جدا عده اشهر بسيطه 23 مليار دولار، اللي هو الاموال اللي هي بنسميها الساخنه او الهوت ماني، بالاضافه الى ان فاتوره الاستيراد ضعفت، فبقى عندي ضغوط متمثله في فاتوره الاستيراد ده ضعفت وخروج هذا الكم من الاموال في وقت صغير، بالاضافه الى الاسواق الدوليه اصبحت في وضع ما بيسمحش بيه الدخول ليها، كل ده ضغط على العملة المصرية وبدأ يعني هذا الوضع. يعني أنا بحاول أن أنا أدي صورة لما حدث بعد ذلك. يعني شكرا جزيلا. احنا سعداء بكل اللي انتوا قلتوه ومقدرين كل اللي انتوا قلتوه واللي قاله أخويا الشاب الجميل عبد المنعم، وانت قلت لي اللي أنا عندي تصور يخلينا طبعا. لا، انت تيجي تشتغل معانا في ايه؟ مش تيجي تقول لي خد، تعال انت، انا بتكلم بجد، تعال معانا. واي حد مرحب بيه يا عبد المنعم اذا كان هيضيف حاجه لمصلحه بلدنا، انا ابقى مش كويس لو ما رحبتش بيك. واي حد هيقدر يقدم حاجه لبلدنا انا والله هبقى مش كويس، هبقى خاين. ها لو طبعا اي حد يقدر يحط طوبه انا هسقف له، لان هي ايوه طبعا. بس يا جماعه على مهلكم، مش على مهلكم عليا،